السلام عليكم. منير ميسو رئيس الجامعة الوطنية العاملة والعامل الاجتماعي المغرب. اليوم كاين واحد اليوم دراسي لمناقشة برنامج الأشخاص ذات الإعاقة إطار المنظومة الحماية الاجتماعية اللي تفاجأنا احنا كمجتمع مدني بتوقيف برنامج الدعم الاجتماعي الموجه للاشخاص ذوي الاعاقه. دونك حنايا اليوم جمعنا بعض الخبراء المختصين في المجال باش نحاولوا نوجدوا واحد الحلول واحد السيناريوهات اللي هي مقترحات اللي هي من طرف الاخصائيين من اجل ايجاد حلول ممكنه للاشخاص ذوي الاعاقه نظرا للظرفيه الراهنه، نظرا للدوله الاجتماعيه اللي تحت القياده الرشيده لصاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله. ونتمنى ان شاء الله نخرجوا بتوصيات نقدموها للوزاره من اجل ايجاد حلول لهذه الفئه ان شاء الله. مجال الاعاقه بخير وليس بخير، لانه مازال المكتسبات اللي كانت عندنا شحال هذيك كمجتمع مدني بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه الان راهي في مهب الريح. نتمنى ان الوزاره والحكومه انها تدارك هذه المشاكل اللي كيعانيوا منها المعاق باش اننا نستطيع اننا نزيدوا به القدام، لانه كما كتعرف انه هذا الحقوق ديالو خاصو يستفد منها على احسن ما يجب. ونتمنى ان شاء الله تكون الوزاره كاداه صاغيه لهذه المشاكل اللي كيعاني منها الاشخاص المعاقين. عبد الرحمن المدني ناشط حقوقي في مجال الاعاقه. دونك اليوم اللقاء ديالنا مشكورين الاخوان ديالنا في العاملين الجامعه الوطنيه للعاملين الاجتماعيين والمرصد المغربي للتربيه الدامجه. اليوم كنمروا بمرحله صعبه الى حد ما فيما يخص التحول اللي غيشهدوا صندوق التماسك الاجتماعي والتكفل ديالو بتمدرس الاطفال في وضعيه الاعاقه والتغيير الاستراتيجي اللي غيتم من خلال نقله من التماسك الاجتماعي للحمايه الاجتماعيه. المبتغى من هذه الورشه هذه هو تقديم مقترحات سيناريوهات اللي كيقترحها المجتمع المدني على الحكومه ان شاء الله قريبا جدا. وكنظن انه ما بقاش عندنا الوقت كثير، وانصافا للاطفال في وضعيه الاعاقه كمواطنين اولا واخيرا يجب علينا الاشتغال جميعا وفتح حوار جاد مثمر بناء ايضا للخروج من هذه المرحله هذه خدمه لواحد الفئه عريضه من الطفوله المغربيه. بصفتي رئيسه ديال الجمعيه المهنيه للعاملات والعاملين الاجتماعيين بجهه رباط سلا القنيطره، كنحضروا اليوم في هذا الورش اللي كيهم دمج برامج الدعم الاجتماعي للاطفال الاشخاص ذوي الاعاقه في منظومه الحمايه الاجتماعيه. وهذا الورش او هذا اللقاء كيضم مجموعه ديال الجمعيات ومجموعه من الاتحادات الجمعويه التي تهتم بالموضوع. ان شاء الله تعالى غنحاولوا اننا نديروا واحد التوصيات باش نخرجوا باقتراحات او مقترحات من اجل تفعيلها في القطاع المعني بالامر. احمد حوات رئيس المرصد المغربي للتربيه الدامجه. اليوم كنتواجدوا في هذه القاعه هذه في اطار ورشه تفاعليه تشاركيه من اجل ايجاد بدائل حول صندوق التماسك الاجتماعي وخاصه مشروع دعم التمدرس. في الاونه الاخيره تلقينا خبر كالصاعقه، وهو ان انهاء هذا المشروع هذا في هذه السنه ديال 24، رغم ان المخطط الحكومي والبرنامج الحكومي كيقول بان الدعم ديال الجمعيات كيبقى 500 مليون درهم الى نهايه 2025. اذا هذا التناقض في الكلام اثار ضجه كبيره داخل الجمعيات، داخل الاسر، وايضا للعاملين الاجتماعيين. اليوم عندنا جوج ديال النقاط. النقطه الاولى هو اننا نلح على ابقاء هذا المشروع خاصة في السنة الحالية ديال 24، لأن المراكز مفتوحة وتؤدي تقدم خدمات، عاملين اجتماعيين خدامين، الأسر أن متابعة وليدتها، وأيضا أن سيصعب إغلاق المراكز في هذه اللحظة وعدم تقديم، لأن هناك إشكال ما بين الجمعيات وما بين العاملين الاجتماعيين لتأدية الأجور ديالها. دونك نلح النقطة الأولى أن 24 يدار مشروع ديال دعم التمدرس وإبقائه هذه السنة، ومن خلال سنة من 24 25 نحن مفتوحين على الكل للمناقشة لتبادل الآراء. اليوم شفنا الورشة أن السي أحمد آيت إبراهيم اللي هو رئيس مكتب الدراسات وفي إطار تطوعي قدم لنا واحد مجموعة ديال البدائل اللي غادي نصادقوا عليها اليوم، وغادي نرفعوا مذكرة لرئيس الحكومة، للبرلمان، للمجلس المستشارين، للصحافة، للكل.
الكل باش يعرف بأن المجتمع المدني هو شريك وأيضا يقدم بدائل يقدم آراء، وأيضا على الكل أن يجلس إلى طاولة الحوار من أجل الكرامة ديال المعاق، من أجل المساواة، من أجل تكافؤ الفرص، لأن ما يراج الآن هو إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة، إقصاء الجمعيات، إقصاء الأسر، إقصاء الأطر، وهذا سيؤدي إلى كارثة. نتمنى صادقين أن لا نصل إلى تصعيد، لأن التصعيد سوف يؤدي إلى وقفات احتجاجية، سوف يؤدي إلى ندوات صحفية نحن في غنى عنها، ولكن نقول لن نبقى مكتوفي الأيدي في حالة ما إذا تم إنهاء هذا المشروع بهذه الطريقة الأحادية، بهذه الطريقة الفردية، فسوف لن نقف مكتوف الأيدي. نتمنى صادقين أن لا نصل إلى هذا التصعيد. شكرا للمنابر الإعلامية التي تؤدي الرسالة النبيلة، وهي صوت لصوت الأشخاص والجمعيات ذوي الإعاقة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.